السلام عليكم. ازيك يا استاذ منير؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. قامز يا هيك قامز، والله ليك وحشه يا راجل. وانا لحقت اوحشك يعني يا استاذ منير، ده يعني حضرتك كنت عندي امبارح بالليل في البيت يعني. يا استاذ عادل، انا بقالي 15 سنه بوزع بضاعه لكل البازارات في مصر، ما لقيتش لا اجدع ولا انزه منك. تقول الفلوس هتكون عندك السبت، تكون عند السبت. آه، ونعم الرجال. ده اقل واجب يعني، حضرتك طبعا ذوقك مغطينا طول الوقت يعني. تلاقيك مستغرب ان قلت لك نتقابل في القهوه الافرنجي دي. اه والله مستغرب، وخصوصا ان حضرتك اول مره تخرج بره مصر يعني. دمك خفيف وانت ايدك تقيله قوي. خلينا في موضوعنا. انا لما كنت عندك امبارح بالليل يعني لمحت الست المبجله حماتك. لمحتها بس ولا مش قصدك معاك تاني؟ اقعد بعيد عنك بقى خالص. انت عارف يا استاذ عادل ان انا راجل محترم ومؤمن ان اجرم مسافه بين نقطتين الخط المستقيم، وعلشانك ده انا طالب القرب منك في حماتك. يا استاذ منير يعني حضرتك جمايلك طول الوقت عماله بتزيد، مش عارف اعمل لك ايه يعني. جمايل ايه يا راجل؟ دي ست كمل. جمال ايه ورج ايه وشياكت ايه؟ يا سلام، كل ده من لمحه واحده بس. اوعى اوعى خلص الجواز. المهم انت فاتح الست حماتك في الموضوع ده ومستني منك الرد بكره. هو صعيدي اه بس مودرن يعني، وما شاء الله بسم الله ما شاء الله عنده فلوس بالكوب. الله أكبر. إيه ده؟ لحقتي تخافي عليه؟ لأنكم بتاخدوا رأيي، فأنا شايفة إن الراجل الصعيدي بيتميز بكونه راجل قبلي، بلس إن هو دائماً بياخد باله من الأنثى بتاعته خاصة في فصل الصيف. فصل الصيف؟ ده على أساس يعني إن فصل الصيف الأنثى بتبقى راكدة على البيض؟ أنتوا ليه ما دخلتوهاش الزراعة قسم حيوان الست دي؟ يا سلام التريق التريق. بس على فكره بقى، مامي مش ممكن توافق على حد غير لما تقوم بدراسه شخصيته دراسه محكمه. Shut up you. عادل قولي هو قالك يعني؟ هو يا ستي قال يعني ان هو لمحك وانت معديه يعني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ مامي من الس Shut up you. Shut up بقولك خالص. انا ما كنتش عارف انك مصيبه كده يا عادل. طيب هو يعني لمحني ازاي؟ لمحك ازاي؟ ده انت شربتي 3 شاي في نص ساعة ورايحة جاية رايحة جاية قدامه يعني، وبعدين مش راضية تعدي من ورا الترابيز، بتعديله من قدام التلفزيون. طبعا مامتي من النساء التي تتميز بالخطط الخماسية المحكمة حتى تصل للهدف في أقرب مدى. مش عارف والله يا رانيا، انت بتقولي كلام أنا مش فاهمه خالص يعني، لكن عموما أقول له إيه بقى؟ أقول له أوكي؟ عليك يا خسارة تربيتي فيك. ايه يا ماما بس في ايه؟ الراجل اللي انت عرضته على حماتك وهي فضلت تتحنجل لحد ما طب فيها. طب وفيها ايه بس يا ماما؟ الراجل كبير اصلا ما ينفعش لسناء. سناء ده ايه؟ انت قصدك عشان كده؟ يا ماما يا ماما احنا هنعيده تاني يا ماما. وفيها ايه يا ماما؟ فيها ايه لما نعيده تاني وتالت؟ ما انا لسه حلوه في عز شبابي. خلاص يا ماما اوعدك المره الجايه هنزلك الملعب. انت بتضحك عليا. لا ما بضحكش عليك، بس انت تسخني. اسخن؟ طمني يا استاذ عادل. يا استاذ منير ما تقلقش خالص، هو اللي في وضع حضرتك يقلق من اصله يعني. موافقه؟ ايوه بس حضرتك يعني محتاج تليين شويه. تليين؟ هو موتور عربيه ولا ايه؟ لا برضو يعني الست لازم يعني تتعرف عليك وتختبر شخصيتك وكده يعني. بقول لك ايه يا استاذ عادل، انا هاجي على الجواز على طول، احنا مش عيال صغنطتين. انا هجيب المأذون معاي، نكتب واسحبها وامشي.
تسحب ايه يا جاموسه؟ ما لازم برضه الست تحس بجنسيتها، تحس ان انت مدلوق عليها، فتقوم مديالك ريق حلو، تقوم مدلوق انت اكتر، فتقوم ميلالك شويه، تقوم انت بقى مدلوق اكتر ومخرق الدنيا. مغرق ايه وامسح ايه؟ يعني بدل ما اخش عليكم ببوكيه ورد، اخش عليكم مساحه؟ يا رورو هاتي لي الخياراتوس. اوكي يا مامي بقطعه. هات لها يا رورو الخيار، يظهر العريس بيحب السلطه. مالكوا يا حبايبي واقفين كده ومدغزين ومولعين نار ليه؟ من القرف اللي حطاه على وشك. سيبيه على وشها، على الاقل نتحرم منه شويه. هتتحرموا منه على طول. دي مامي وشها زي القمر اساسا. انتوا مش عارفين لما العريس شافها قال ايه؟ أحس بالسعادة وقال: هذه هي المرأة التي سوف تعيد لي شباب الذاكرة من جديد. رانيا. بالأمارة جوزها اللي هو أبوكي طفش منها. بابا كان عيان يا طنط. عيان بالنقطة. دي مش تجيب نقطة يا ماما، دي تجيب 80-90 مليون نقطة. متبغزكوا. على الأقل هو الوحيدة اللي في البيت أعجب بيها هو أنا. عشان بيحب الأثرات، بيحب ال تحفة فنية، تحفة رائعة الجمال، تحفة سوف يعلقها على الحيطة أو يدلدلها من السقف أو يربطها في رجلي الترابيزة. إنتي ده الكلام المنايل اللي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ لا لا، كفاية إنه الراجل غني وهيعيشني أنا وبنتي ويستتنا لغاية ما يكتشف طبعك المنايل وبعدين يطفش. شوف الغيظ والحقد يا ربي، مش معقول. على الأقل هكون طلعت بشقة وفلوس المعاش بتاعتي هكون مدكنها في البنك، برضو هعيش مالكة. مالكة الشحاتين. هو أنتي فاكرة نفسك إنك هتقبضي المعاش بعد ما تتجوزي؟ ليه يا ماما؟ ليه بتنبهيها؟ سيبيها تلبس في الحيط ويتقطع المعاش. ايه؟ مفيش معاش؟ هتقطع عني المعاش لو انا اتجوزت؟ لا لا، اسمعوا بقول لكم ايه، دي الفلوس بتاعت المعاش دي انا هحطها في البنك وهدكنها عشان اعيش بقى بريحها، لكن طلع هو وحش طلع حلو برضه هعيش ملكه وهعيش بالفلوس اللي انا دكناها من المعاش. لا يا امي لا، صعب صعب اي راجل في الدنيا مهما كان قدراته يشوفك ويقدر يستغنى عنك، فانت سيدتي المراه المكتمله. اكتملت ايه ونيدت ايه؟ I can't over my dead body. ان انا اعيش من غير المعاش جامي، ما اقدرش انا اموت. المعاش ده مهم جدا في حياتي. بقولك ايه، قوم اعملي لنا كوبايتين شاي نعدل دماغنا. لا يا ماما، اعمل كوبايتين شربات عشان جوازة مجيدة وقطع المعاش. عندي حل اثبت كفاءه مع كل صحباتي. ايه هو؟ قولي بسرعه. اتجوزيه عرفي. يا نهار ابيض، انت كلمتي. اسكت انت بس بقى والنبي يا رانيا. ها كملي. بس بشرط هتخلي معاكي الورقه والنسخه الاصليه، ولو اتنطط قدامك اياكي تديها له، ما تعمليش زي البنات العبط. طب افرضي بقى المعاش عارف ايه؟ وهيعرفوا منين بس؟ دول هما ورقتين خفاف خفاف، واحده معاكي وواحده معاه، ولا مأذون ولا اي حاجه ولا كلام من ده، والمعاش هيفضل شغال زي ما هو. يا بنت الايه يا نجله، دي افكار بقى كده كده. لا لا لا، العيله دي اتجننت، اتجننت رسمي. مامي اوعي تطوعيها في موضوع الجواز العرفي ده. بس بقى النبي خليكي انت كده في الهبل اللي انت فيه ده، يا ريت تطلعي كده نص اختك. بطلي قطل. يا حماتي الراجل قاعد مستني بره. طب استنى شويه بس لما اظبط نفسي. عاد دي ظبطي نفسك ايه بس يا حماتي؟ ده انت زي القمر من غير اي حاجه. ميرسي يا عدوله حبيبي. يلا اخلصي اخلصي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منور والله يا استاذ منير. يا سلام، ايه النور ده؟ مش عارف المجامله دي لازمتها ايه، ما كنت جبت المأذون وخلصني. ولا مفيش قبول؟ لا ازاي بقى مفيش قبول؟ ان شاء الله القبول موجود، هي بس طالبه انها تشوفك وتتعرف بيك، مفيش حاجه يعني. مساء الخير يا
ايام زي النور. يا رب احفظي ما عليكي. طيب استأذن انا بقى، يعني مش معقوله هقول لكم اروح اعمل شاي والحركات دي انتوا كبار، يعني استأذن انا قبل ما المرور يقفل. يعني سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا الجعمه. اتفضل يا اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضلي. حضرتك بقى قاعد هنا ولا شوية في مصر وشوية في البلد؟ أنا هانم شوية كده وشوية كده، لكن بعد كده أنا بقى هبقى هنا على طول. هتبقى هنا على طول يعني إيه؟ أنت ما عندكش شقة؟ لا يا هانم، ما عندي الشقة، أنا عندي فيلا. فيلا؟ يا سلام، برافو برافو عليك. ودي بقى اللي هنستقر فيها على طول بعد الجواز، ولا انت ايه رايك؟ الرأي رايك. يعني نجيب المأذون. شوف بقى، انا اصلا عندي شويه تحفظ على المأذون ده. مش فاهم ايه يعني. تقصدي مش لادد عليكي مأذون المنطقه، عايزه مأذون تاني؟ لا لا لا، انت مش فاهم، انا اصلا حكايه المأذون دي انا ما برتاح لهاش. طب هنتجوز فين؟ في السوبر ماركت؟ انت من خفيف ده يخشوا عليك وعلى قطعتك. انت ده بقى، انا احب الراجل ده، دمه خفيف قوي. دم خفيف ايه؟ هو تقيل ايه يا هانم؟ انا دم نشف. انا بدات اقلق. وفين الاستاذ عادل؟ ايه الحكايه يا هانم؟ بص، يعني انا بحب الجواز العصري، يعني الناس بره بيتجوزوا كده عشان في ثقه ما بينهم، فاهم يعني؟ لا مش فاهم. انت بتقولي ايه يا هانم؟ حاجتي ايه وثيقتي ايه؟ انا بقى واثقه فيك، لان انت شكلك كده ابن حلال خالص. يعني اسحبك من يدك ونروح؟ لا انت مش فاهم. انا قصدي يعني انت ما سمعتش عن حاجه اسمها جواز عرفي؟ بقى انا المعلم المنير بعد العمر ده كله اتجوز عرفي؟ اعوذ بالله. وبعدين واحده في سنك انت كده تعمل كده؟ امال العيال الصغنططين يعملوا ايه؟ لا لا لا، انت فهمتني غلط خالص، انا ست محترمه. محترمه ايه ونيله ايه؟ افردي يا هانم الورقه دي ضاعت، اعيش في الحرام؟ لا انا عندي نسخه، انا معايا نسخه بتاعتي. افرد اتنين ضاعوا، هنكتب اتنين جداد يا اخي. اعوذ بالله، انا مستحيل اعمل حاجه زي كده، ده حرام حرام. بس استنى. حرام. استنى بس يا استاذ منير، استنى. في ايه بس؟ ده حرام. يمكن مش حرام يبقى مكروه مثلا ولا حاجه. انت بتزعق ليه؟ بزعق ليه؟ شوف الست المصونه بتقول ايه وبعدين تبقى كلمني. قلبيت محترم قال. لا 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 شميم، اسمح لكش ابدا. تسمح لي ولا ما تسمح ليش؟ انا ماشي. فين الباب؟ اهو 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 البيع. انت عملتي له ايه؟ ولا حاجه، قلت له نتجوز. طيب وايه المشكله؟ نتجوز عرفي. ايه؟ تتجوزوا عرفي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي ده؟ ودي فيها ايه دي كمان؟ فيها ايه ايه؟ يعني انت باباكي ومامتك رافضين الجوازه فهتتجوزوا من وراهم عرفي؟ ما هو انا لو اتجوزت رسمي المعاش بتاعي هيروح. اه صح. طب وايه المشكله؟ ما هو الراجل هيصرف عليكي. يا سلام، وافرض بقى ان شاء الله طلقني، اتشحطت انا وبنتي ونشحت لوحدينا في الشوارع؟ لا ما تقلقيش، مش هتشحطوا لوحديكوا، احنا هنشحت معاكوا طبعا. طب انا ومش مهم، بنتي بقى دي ذنبها ايه؟ انا عايزاها تتربى. ايه ده؟ وانت اكتشفت دلوقتي انها عايزه تتربى؟ بص بقى، انا مش مستعديه ان انا اخاطر بمستقبلي، كفايه قوي بقى اللي انا فيه. عموما سيبيني انا هتصرف، انا هحاول اقابله وافهمه. لا احاول ايه، ده انا لازم اقابله وافهمه. المهم ان انت تمشي بقى، يعني تتجوزي ان شاء الله. يا رمزي، ها حز
نظمت البضاعة بتاعت المعلم منير؟ اه دول ده زبون لقطة، يعني باعهم لنا امبارح وجاي يشتريهم النهاردة. انت بتركز ليه؟ انت تنفذ اللي مطلوب منك وخلاص، مش مطلوب منك تركز خالص، اتفقنا؟ اتفقنا. لا مهم، عايزك تركز معايا جامد قوي. الشنطة دي ها فيها هدوم صعيدي وفيها شنب، عايزك تلبس هدوم الصعيدي دي وتلزق الشنب وتجيلي على طول. ايوه دولا، بس يعني انا عايز افهم يعني دلوقتي البس الشنب والزق الهدوم ازاي؟ يعني ليه يعني؟ هدوم ايه اللي هتلزقها يا غبي؟ هتلزق الشنب، الشنب ده هتلزقه كده اهو على خلقتك. ماشي، عارف تلزقه بايه؟ عارف الغيره الحمص اللي هو بتاع النجارين ده؟ تجيب شويه كده اهو وتغليهم، وبعدين تاخد منها وهي سخنه تقوم لازق الشنب، واللي يفضل يبقى اشربه. يلا اتكل على الله وهتجيلي على هنا اهو، وتقول لي انا جاي طالب ايد الست مجيده حماتك. سهله دي؟ سهله جدا يا دولا، انا جاي طالب ايد الست مجيده حماتك. سهله. اه بس بالصعيدي بقى، بتعرف تتكلم صعيدي؟ ايوه طبعا. طب وريني كده. اوعى كده ملخت الكوم. الكوم هو ده صعيدي؟ ده فلاح اهبل. يد صعيدي يالا، لازم تاخد خد نفس، خد نفس. ايوه ممكن اخليك ما تخرجوش لغايه اما تموت، بس تقول ايه بصوت قوي؟ اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما تطولش الكوم، خليه نص كده يعني. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما كروتش الكوم برضه، تقولش اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ماشي، ربنا يستر. يلا اتكل على الله بسرعه. اوعى كده ملخت الكوم. بسرعه بسرعه. الله على الله تنفع الخطه. هو اتاخر ليه؟ الو الو. ايوه ايوه معلم منير، انت بقيت فين؟ انا وصلت اهو. وصلت ايه؟ قربت من البازار يعني ولا ايه؟ انا جوه البازار. جوه البازار؟ وفتحت عليا ليه؟ طب يا معلم اهلا وسهلا. عاوز مني ايه؟ انا مفيش بيني وبينك لا كلام ولا شغل. يا معلم اللي انت عايزه يا معلم، انا عموما بضاعتك كلها جاهزه، ايه لو عايز تاخدها خدها، مش عايز تتعامل معايا تاني براحتك، بس انا عايز اوضح لك الصوره بس. صوره ايه يا راجل؟ صوره ايه؟ ما الموضوع واضح خلاص، الموضوع بح خلص خلاص. ماشي خلص خلص، بس انا عايز افهمك ان الست مجيده اما قالت لك انها عايزه تتجوزك عرفي ما كانش عشان حاجه وحشه، عشان المعاش بتاع جوزها ما يروحش عليها. ما يروح يا اخوي، هي هتتجوز راجل ولا راس كرومبي؟ ايوه اكيد راجل طبعا يا معلم، بس افرض يعني انفصلت ولا طلقتها، هتعيش منين الست يعني؟ يا سلام يا اخويا، احط لها وديعة كده في البنك ومن ريعه تاخد اكتر من المعاش. يا نهار ابيض، ده كده يبقى تمام قوي، يبقى مش محتاجه المعاش فعلا، كده ممكن تتجوزه رسمي. رسمي رسمي على بركه الله، اجده انتوا ناس محترمه. ايوه ما انت كنت فاكر ايه بس يا معلم؟ عارف الست مجيده دي من ساعه ما جوزها الله يرحمه اتوفى وهي ما شافتش الشارع بعينيها؟ شوف المهر والشبكه اللي هي عايزاهم. والله كده يعني، ده انا خلاص قربت اعيط، ده كتير والله يا معلم. وكمان الفيلا بتاعت مصر الجديده هكتبها باسمي. كده هعيط خالص يا معلم. ماشي ماشي، والله ربنا يبارك لك يا معلم، الف شكر. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى اوعى كده ملخت الكوم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا. خلاص يلا خلاص يلا، اتكل على الله. يا استاذ دوله، انا طالب يد الأنسة حماتك. أنسة حماتك؟ امشي خلاص. بقول لك ايه يا معلم؟ ايوه يا معلم. وصلي هنا يا حماتك، انت شفتها فيها؟ يوه. او مش يوه يعني، ما فيش حاجة. يلا اتكل على الله. يوه. اصبر انت يا استاذ عادل، انت شفتها فين يا معلم؟ اني يومات بنتقابل يا معلم. ايوه، واذا ربما بروح لها البيت. ما يقصدش يا معلم، والله ما يقصد يا معلم. لا يعني بص حضرتك على فكره، بص بقى انا هقول لك من الاخر، الواد ده اساسا الواد رمزي اللي شغال معايا هنا في البازار، وهو متنكر عامل صعيد اعدل عينيك خلاص، والشنب ده بص لازق اهو. لازق انت؟ لازق ايه؟ انا يا اخي اسمع يا استاذ عادل، انتوا علشان تسطروا على البنيه دي لازم تتجوزوها لي. تتجوزوها لي؟ لا اكده بقت بزرميت. الحمد لله ان ربنا انقذني من الجوازه دي. استاذ عادل، البضاعه دي مش عاوزها، وكمان الفلوس مش عاوزها. سلام عليكم. بقول لك ايه، مفيش سلام عليكم. اوعى كده بقت بزرميت.
دولا هو مش لا دولا دولا يا دولا اوعى كده ملختي تكون مش خلاص اوعى كده ملختي تكون ما مش خلاص ما قلت لك خلاص ما قلت لك رايك كده انا مش كده دولا الشرفاء بسرعة الإبلاغ عن أي مواطن غير صالح بيأوي فراغ في منزله أو تلاجته، وإن العد التنازلي للغرامات هين وذلك لظهور مرض خطير يدعى أنفلونزا الطيور، والمواطن اللي هيبلغ عن أخوه المواطن هيطلع مصلحة حلوة. كده يبقى تلاعب بأرواح الناس. دي إشاعات، ما يسيبوا الناس تذبح وتاكل، هي الفراخ هتعطس كمان. ما ينفعش يا طنط، لانه ثبت علميا ان جيل التسعينات من الفراخ نقاهته المناعيه في تدرج مستمر الفتره اللي فاتت. انا مش صعبان عليا غير الكتاكيت، مامتهم ماتت والراجل بيبيعهم قدام المدرسه. بقول لك ايه، اوعي تيجي جنب الراجل ده ولا حد تشتري منه كتاكيت، فاهمه؟ ده كتكوت يتيم ومامته عيانه. هلا بقولك اسمعي الكلام، انت عارفه انت ممكن لما تقربي من جنب الكتاكيت دي هيجيلك انفلونزا الطيور، هنديكي حقنه قد كده هتوجع. طب ما يدوا الفراخ حقنه ويدوها دواء وتخف. ما ينفعش يا طنط اللي حضرتك بتقوليه ده، لانه ثبت علميا ان انفلونزا الدجاج تشبه في تكوينها طائر الحرباء من حيث تلونه وتكيفه مع الواقع. الواقع بقى ان الفراخ دي وقعت خلاص في شر اعمالها، انا اساسا مش مقتنع بيها ككائن. يعني طول عمرك يا عادل نقرك من نقر الفراخ. مش مساله نقري من نقرها، يعني مثلا الفراخ دي يا جماعه ككائن عندها جنيحه وما بتطيرش، ايه مكسله تطير يعني تستهبل؟ لا طبعا يا عادل انت اللي بتفتي، الفراخ كان طول عمرها بتطير وبتحلق عالية، لكن للأسف نتيجة التغير الهرموني اللي حصل لها ضمور في أجنحتها اليمين. أجنحتها اليمين؟ طب خدي دي بقى عندك، الفراخ دي بتبيض أساسا وتسيب البيض بتاعها في كراتين، إزاي أقامل لوحدة بتفرط في ضناها بالشكل ده وبتسيبه يعني؟ على فكرة بقى أنت لازلت مش فاهم وجهة نظر الفراخ. وجهة نظر فراخ إيه بس؟ فراخ إيه اللي عندها وجهة نظر؟ طب خدي دي، الفراخ دي الديك بيبقى على علاقة بكل الفراخ اللي في العشة في نفس الوقت، فين كرامتها الفرخة دي؟ بصراحة بقى في دي انت معاك حق. عشان كده يا جماعة احنا لازم نأمن مداخل ومخارج البيت، هركب عليهم كلهم سلك، والكالون بتاع الباب كمان هيتغير عشان نتجنب اي شنة هجومية من الفراخ. ايه الشنة دي؟ اه طبعا، مش الفرخة لو عندها انفلونزا الطيور بتشن؟ واهم حاجة يا جماعة بالنسبة لجناح الفرخة محدش شكله خالص، لانها اكيد ما بتشن بتمسح في جناحها. بالمناسبة دي انا اتفرجت على فيلم وثائقي قصير اسمه الطيور، بيتكلم عن شوية دجاج قاموا بمهاجمة جزيرة. ده المرة دي بقى مش بيهاجموا جزيرة، ده بيهاجموا مصر كلها. عشان كده اعلاميا لازم نتجنب يا جماعة اي تعامل مع اي حاجة فيها طيور، يعني مثلا بالنسبة للافلام مش هنتفرج على الدنيا على جناح يا ماما، ولا الفيلم الثاني اللي هو بتاع ديك البرابر، ولا طيور الظلام. حطوا الحاجة هنا بسرعة يا واد انت وهو. ايه ده؟ ايه معلمة بدرة ده؟ والله نورت المحل. وايه ده كله ده؟ دي فراخ. طب ليه مكلفة نفسك بس كده؟ يلا واد انت وهو امشوا راقبوا الطريق على ما اكلم المعلم وراوز. موري موري. بص بقى يا معلم رمزي، البلدية مبهدلة الدنيا وتفتش على الفراخ عاطل على باطل. يمكن يكونوا عايزين يعملوا شوربة. هو عاد في شوربة خلاص، دول ناويين على الشر وعايزين يجيبوا المحل ضرفه. قول لي بقى، انا عايز اعرف مين اللي قال ان الفراخ فيها انفلونزا. انفلونزا؟ آه. ما دي غلطتك برضو يا معلمه، اكيد كنت بتسيبيهم مش متغطين وهم نايمين بالليل مثلا. قول لي يا معلم رمزي. قول يا معلم، انت ليك في الفراخ؟ يعني انا ما تحرجنيش بقى يا معلمه بدره بقى. بتحبها بقى عتقيه ولا بداره؟ يعني انا خايف اقول بداره تبقى بجحة مني بقى. اكيد يا واد. بص بقى يا معلم رمزي، امور خالتك بداره هتتفق معاك اتفاق،
بس على شرط الاتفاق ده يكون اتفاق رجال. طبعا، امال يعني اتفاق فراخ؟ بص بقى، انا هاخد القفصين دول ادخلهم عندك جوه لغايه بكره الصبح، واجي الصبح اخدهم لغايه البلديه دي ما تنزاح، وبعدين انا هجيب لك جوز فراخ هديه من غير ولا مليم. ايه رايك؟ ايه ده، جوز فراخ ليا انا لوحدي؟ آه. يعني ممكن مثلا اقعد العبهم واحط لهم ميه ورز وكده؟ موافق. ماشي في ايه؟ لا يعني ماشي يعني موافق، مش ماشي يعني. عادي عادي يا ام ميرفت. الله اكبر يا اخويا، الله اكبر. اللي قولي لي يا ام ميرفت، انت بلغتي عن كام واحد؟ 5. وعرفتي بقى ازاي انه عندهم فراخ؟ يوه يا مجيده يا اختي، احنا مش جيران وسرنا كلنا مع بعضينا. جيران وهي باعت جيرانها عادي يعني؟ في ايه يا سعادل، مش لمصلحتهم يا اخويا، مش بدل ما يضروا نفسهم ولا يضروا جيراننا ولا يضروا اللي حواليهم؟ وبعد البوباء ده اللي بيتكلموا عليه في الجراد والتلفزيون، يعني انا غلطانه؟ بصراحه انا معاكي يا ام ميرفت، لان الحتميه التاريخيه بتحتم التضحيه بالفرد من اجل المجتمع. فرد ايه المجتمع؟ ايه دي باعت جيرانها بياعه بياعه يعني. بقول لك ايه يا ام ميرفت، انت عرفتي ان ام شيماء قبضوا عليها؟ يا لهوي، لحقوا يمسكوها؟ ده انا لسه مبلغ عنها من ساعة. بص يا ام ميرفت، اكيد اللي انت بتعمليه ده صح، عايزة تحافظي على العمارة وعلى السكان وعلى نفسك، بس يا ترى بقى عملتي ايه في الفراخ اللي عندك؟ دول حبيبي. عايز ايه؟ افتح دولة، افتح دولة، ده انا جاي واجب معاك يا عم رمزي، ما انساش اخوه حبيبه. انا عايزك تنساني، انساني يا رمزي، انساني. يا دولة، رمزي بتبقى اللقمة في بقه يخرجها من بقه ويحطها في بق اخوه. الله يقرفك، رجعها في بقك تاني يالا. ما تخافش يا دولة، دي مش لقمة عادية، دي لقمة بقى ممكن يتعمل عليها فتة وشوربة وكوارع وهتبقى ليلة يا دولة. لقمة ايه دي يا عم الساحر؟ مفاجأة. اخلص. هتعمل لي ابراهيم الطاير جاي بيه، وريه وريه. طن 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 طن. يا نهار اسود، ايه اللي انت جايبه ده يالا؟ ايه دول؟ ايه يا عم اتخضيت كده ليه؟ هي قنبله ولا ايه يا عم؟ دول حيالنا جوزين فراخ بطاره. يا ريتها كانت قنبله، جايب لي فراخ. انت عايز تموتنا كلنا؟ انت ما سمعش عن انفلونزا الطيور يالا؟ اديك قلت بعظمه لسانك يا دول. انفلونزا الطيور؟ الفراخ بقى مالها ومال الطيور يا عم؟ الطيور بتطير، الفراخ بتربط يا دول. مين؟ مرفت. أمو مرفت. يا عم في ايه؟ شغال عند البوليس دي ولا ايه؟ دي اللي مشغله البوليس ده لغايه دلوقتي قبضى 8-7 انفار، احنا التمنين. دي التمامن. طب ما انت كده الترتيب كويس يا دولة. ايه هو احنا هنتحبس في الاولمبياد؟ الترتيب كويس ايه؟ يلا بسرعه شيل البتاع دي وتعالى معايا، تعالى معايا يا جماعه، حد يفتح الباب يلا بسرعه. حاضر يا دولة، بسرعه 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 بسرعه. خش خش خبيهم تحت سرير بسرعه يا عم، تحت سرير كده هيفطسوا يا دولة. صعبان عليك الفراخ ومش صعبان عليك البني ادمين. بسرعة عيني. تمام يا عم، تمام. استنى بقى نشوف المصيبة التانية اللي برا دي. يلا يلا، انت واقف ايه؟ صعبان عليا، صعبان. تعال تعال تعال. رانا يا حبيبتي، انا بقى عايزه اسالك سؤال. انا عايزه اسالك سؤال يا اختي، مهم قوي عشان انت بقى الحلوه الجميله كده. هو المكرونه البشاميل دي لازم تتعمل بالمكرونه المقصوصه، مش ممكن بلسان العصفور؟ والله كنت مامة ميرفت كبشاميل يعني. آه. انا عمري بصراحه ما عارفه اعملها ابدا، ما فهمش فيها اي حاجه. حضرتك ممكن تسالي فيها كبشاميل طنط انعام، هي ادرى مني. قولي بقى يا انعام جاتي، المكرونه دي لازم اعملها بلسان عصفور؟ ممكن اعملها بلسان عصفور يا اختي؟ لسان عصفور ولا دبور كله بيتاكل؟ لا لا لا، دبور ايه اللي بيتاكل؟ لا طبعا يا ماما. بصي حضرتك يا ام ميرفت، يعني هو لازم تبقى مكرونه مقصوصه، واحسن حد بيبيع المكرونه المقصوصه واحد اسمه الناطع. الناطع ده بقى موجود في باب الخلقه، تطلعي على الناطع تجيبي منه ارخص ب 50 قرش من بره السوق. وعنده يا حبيبي المكرونه وسان عصفور سايب؟ عنده سايب وممسوك، وعنده لسه
هو العصفور وكله يعني. ايوه دولا، بس ده المحل ده بعيد، ولو راحت له دلوقتي ممكن تلاقيه قافل. يا عم انت مالك، انت مالك، انت جاي دلوقتي تعقل وخلاص، اسكت خالص. ايه ده يا اخوي، ايه الصوت ده؟ لا 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 مفيش ده ولا حاجه يعني، مفيش حاجه يعني، خلاص مالكيش دعوه انت يا ام مرفت. هي انا يا اختي. ما تقلقيش ما تقلقيش، كله هيبقى سليم ان شاء الله، بس اهم حاجه توطي صوتك والنبي يا رانيا، ام ميرفت بره وبتدور على التامن اللي هتسلمه. طب اتفضل شيلهم من هنا دلوقتي حالا، شيلهم من قدام. يا رانيا انا مش فاهم بس ايه اللي قال ايه، الابحاث العلميه اثبتت ان انفلونزا الطيور. انت هتشيلهم ولا لا؟ خلاص خلاص هشيلهم، بس وطي صوتك والنبي عشان ام ميرفت لغايه اما تغور، بس انا هتصرف هتصرف. اوكي. يا رمزي يا دول شيل الزفت دول من هنا بسرعه بسرعه. هتطبخوهم هنا؟ بقول لك ايه، بقول لك انت بتاع التشيل الزفوده دي من هنا. ايه اللي شيل الزفوده دي من هنا؟ انت اول مره تشوف الفراخ مش عايزه تطبخوهم؟ خلاص ما تطبخوهمش، لكن دي النعمه. ما حدش يشيل الفراخ بعد كده. ايه ما حدش يشيل الفراخ؟ هي الفراخ دي بنت خالتك، هتعمل لي فيها ديك يا قاضي. شيل الفراخ وامشي يلا. ماشي يا رامي. ماشي يا رامي. استنى 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 بس ما اشوف الاول ام ميرفت دي مشيت ولا لسه. استنى مشيت يا غبي، وانا لسه شفتها. اصبر. مشيت. تعالى تعالى يا ترفع. غبي جدا غبي جدا. بص الفراخ دي زي ما جبتها، روح ارميها مكان ما جبتها يلا. لا يا عم قلبي ما يطوعنيش، اخلى بيهم. تخلى بيهم ايه؟ هم قرايبك، بتتكل على الله، روح ارميهم في اي حته يا عم. طب بص يا دولا، انا هروح احطهم ابيتهم يعني مع اخواتهم في البازار. بازار؟ انت في غيرهم في البازار؟ كتير يا دولا كتير. مين؟ انت تعالى نخبيهم في اي حته. يا جماعه يا اخوانا اللي في البيت، اي حد يفتح الباب. في ايه بس؟ مش فاهم. انت مش فاهم وعمرك ما هتفهم، احنا عايزين نخبي الفراخ دي. نخبيها فين؟ نخبيها فين؟ بص تعالى حطهم هنا، حطهم هنا. صح دول. بسرعه بسرعه بسرعه. بس شيلوا 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 من هنا، شيلوا من هنا. تعالى تعالى حطهم هنا. هي هي يا غبي. صح ايه؟ بس دول انا عندي فكره دول. إيه؟ احنا نعلق الفراخ هنا اهو على الشماعه. ها كده اهو. ده على اساس بقى مجيده وهي خارجه تلبس لها اي فرخه منهم. هي غبي هي غبي، الفراخ اللي نعلقها على الشماعه. بس بس اهي احنا نعمل اهو خن كده الفراخ. يلا بينا نشوف بقى بتاعت البشاميل دي. يا دولا عدم الاستقرار مش حلو للفراخ. يا دولا افرض حد دخل ولقى وفاه فرخه بتبيض، يبقى موقف الفرخه ايه ساعتها؟ يعني خايف تخدش حياء الفراخ؟ طبعا. حطهم مش نافع معاك. تعال تعال اقف من فوق ده، نفسي من زمان اطول وشك. يعني اشيل لك العمدان اللي في العماره كلها. قولي لي يا مجيده يا اختي، هو انا لازم احط المكرونه البشاميل لبن حليب؟ يعني ما ينفعش لبن البودره بتاع البت بت ميرفا اللي كانت بترضعه لابنها ميدو؟ لا انا ما كنتش اعرف ان ميدو كان بيرضع رضاعه صناعي. لا ده رضع زراعي. ليه يا دولا، هي كانت بترضعه برسيم؟ انت مش اخوه في الرضاعه ولا ايه؟ السلام عليكم. كويس قوي انك جيتي. اهي دي بقى يا حبيبي اللي هتدلني. ليه انت تايهه ولا ايه؟ ايوه تايهه.
ايوه اصل هي يعني بتفكر تعمل المكرونه بالبشاميل ومش عارفه ازاي. طب انا مالي بشاميل؟ استنيني بس يا سناء، استنيني الله يخليك يا بنتي. انا احترت واحتار دليل. بصي المكرونه البشاميل لازم احط لها لبن حليب، يعني ما ينفعش لبن بودره. بشاميل؟ هو انت عندك عيد ميلاد وعايز تعملي تورته؟ انا مالي، انا جايه من الشغل والمواصلات والزحمه والقرف، تقولي لي عيد ميلاد بشاميل؟ يلا 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 يلا. لا يا اختي هدي شويه، هو انا جايه اشحت منك ولا ايه؟ يعني عاجبك كده يا استاذ علي؟ لا لا طبعا مش عاجبني. لا لا ده انا زعلانه يا استاذ علي. لا 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 عيب. طب والله ده انا زعلانه. ده انت جارتنا يعني. ده ينفع يعني يا استاذ علي؟ لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش. ده والله ده انا زعلانه منك يا سلام. لا تزعلي ولا حاجه. هو في حد في حد بيصرخ؟ لا 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 ما فيش، ده تحت في البدروم. في البدروم تعالى يا غبي تعالى تعالى. يا غبي ما هي الصوابع عامله لك كده عامله لك كده، افهم تعالى. خلاص يا جماعه ما تقلقوش، دول هيمشوا دلوقتي حالا، انا ما اعرفش عنهم حاجه، هو الزفت ده هو اللي جابهم. ارمي الزفت ده والفراخ دي في الزباله. ما هو لو رميهم في الزباله هيفضلوا يكاكوا في الزباله. خلاص يرميهم في المصره. لا ده انسب العايز كده غير حضاري كده، ناذي غيرنا. يا اختي ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. يا نهار اسود، هتخلي امي تحط لي تحت رجليها؟ انا هتصرف يا جماعه ما تقلقوش، انا هتصرف. تعالى تعالى يلا استنى تعالى من هنا. غبي 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 الواد ده. استنى هنا هراقب الطريق وبعدين اقول لك يلا يلا يلا. طيب لا انا اللي هقول يلا، انت ما تقولش يلا. طيب يا دول يلا بقى. ما تقولش يلا انا الاقي الطريق كل حاجه تمام هقول لك يلا. ما تقولش يلا. يلا بقى. اثبت مكانك، اثبت مكانك منك لو احنا جمعيه مكافحه انفلونزا الطيور. ها بقول لكم ايه، احنا تنبيه ونبه تحذير وحذرنا، غرامات وغرمنا، نعمل ايه بقى تاني؟ ها حضرتك يعني احنا برقه، احنا برقه ما حصلش مننا اي حاجه يا باشا. مش كده؟ مش كده صح. وقعت يا ممرض بقى، انت بقى عماله تبلغي الناس وعندك عشه وبتبلغي عن العشش وتبلغي عن التقفيصه. ها وانت بيتك مليان مزرعه فراخ صح؟ حضرتك انت فاهم غلط. دي ام انا. انت مرفت؟ مرفت عدم المؤاخذة يعني البيت فيه ست ستات ما فيهمش ولا واحدة مرفت حضرتك. يعني انا دلوقتي يعني عايز افهم اعمل ايه، يعني انا هرجع فاضي يعني بقى ولا ايه؟ انت ايه جايب ميكروباص وجايب تملاه ولا ايه؟ حضرتك ام مرفت موجودة في الشقة اللي قدامنا كده اهو. ايوه كده اهو. هاتوها هاتوها بسرعة. حضرتك يعني علمك واضح ان البلاغ صحيح، لان على حسب علمي ان ام مرفت كانت بقالها فترة عايزة تعمل مكرونة بشاميل، وطبعا حضرتك سيدي العارفين ان مفيش دخان من غير نار، فبرضه مفيش بشاميل من غير فراخ او من غير بيض. كلامك املك. في ايه يا جدعان كده؟ وهو احنا بنجيب ممنوعات ولا ايه؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش انا اهو. جه في ايه يا سعاده؟ خربتك يا ام كوثر، هي فين الفراخ دي؟ هي اللي حطت الفراخ دي عندي في اي بيت؟ بقول لك ايه يا ست الحاجه، بصي احنا مسكنا كوثر ومسكنا ام كوثر، واحنا بقى راصدينك. ها راصدينك وراصدين الفراخ دي من ايام ما كانت كتاكيت يا اختي. ايه جمعيه الكرتون اللي انتوا فاكرينها دي؟ واضح ان سيادتك جالك انفلونزا طيور، خلي بالك. بس احنا متشكرين جدا. العفو. احنا اسفين جدا والله. لا 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 عادي، احنا ياما بنتعرض للازعاج. اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وانا يا سعاده اللي هعملوا معايا ايه؟ هيحبسوكي طبعا، مش مخبيه الفراخ عندك، هيحبسوكي. مش مبلغه في سبعه انت الثامنه. سلام عليك يا سعاده. يلا يلا اطلع بره، يلا اطلع بره اطلع بره. استنى استنى استنى، حضرتك خد دول كمان معاك بعد اذنك. لا يا دولا دول بتوع ام مرفت برضه. اتفضل. دولا ده مين؟ استهبل. يالا دولا بقى ده. خلاص يا عم انا هروح اسحب لنا جوزين فراخ من اللي في البازار ده، والمعلمه بدره مش هتحس باي حاجه، وتبقى كده اتعوضت. ده كده مش اتعوضت،
ده كده اتعورت. ايه ده دول؟ تعالى لي بقى. تعالى لي. لا دول لا لا لا. هبطحك هبطحك. لا دول. احدف يا دول احدف. احدف. يا غبي انت مش عارف ان انا هضربك. الشغل وتعب الشغل. الشغل وتعب الشغل؟ ده مفيش احسن في الدنيا من الشغل. الواحد بيقدر يحقق ذاته ويثبت نفسه. يا بختك. يا بختي. طب ما تنزلي جربي مره واحده بس تنزلي الشغل مكاني وساعتها بقى شوفي هتقولي يا بختك ولا مش يا بختك. ده كفايه ان انت تستحملي واحد زي رمزي ده. انا طول عمري نفسي اخرج الصبح وارجع بعد الظهر. طب ما تخرجي الصبح فعلا مثلا تروحي تجيبي طلبات البيت وترجعي بعد الظهر، او تخرجي الصبح تودي ياسمين المدرسه ورجعيها بعد الظهر. عارفي عادل، الابحاث الوراثيه الجديده اثبتت ان في كروموسوم خاص بالشغل بينمو ويتطور داخل المراه العامله ويتضاءل ويضمر داخل المراه العاطله. يا سلام، ومفيش كروموسوم للمراه الفاشله؟ لا، الابحاث ما تناولتش النوع ده من النساء. طيب يلا صباح على خير. فين النور بقى؟ عادل انا مش شبهك. انت ليه بتعمل معايا كده؟ انت ليه دايما بتتجاهل كل طموحاتي واحلامي؟ عشان انام واركز انا بقى في احلامي. على فكره بقى، في اكتر من 50 طلب عمل طلبوني. يا سلام، ايلين رانيا بالاسم يعني؟ اهو متغيبه منذ 4 ايام، متخلفه عقليا، من وجهها يسيبها. انت بتهزر ليه؟ انا بتكلم ان هم طالبين كفاءاتي ومهاراتي. بص هتلاقيني معلمه عليهم بالازرق. وكفاءاتك دي اللي انت متعلمه عليها دي يعني؟ انا مش فاهم يعني، انت مفروض مهتمه بكل حاجه يعني. انت طبختي النهارده يا رانيا؟ لا. اما تطبخي وتعرفي ايه الالتزامات اللي عليكي وتعرفي ان كل حاجه موجوده في البيت دي انت المسؤوله عنها، بقى ساعتها ركزي في الشغل. يعني انت موافق؟ لا انا ما قلتش موافق، انا بقول لك لما تأدي كل التزاماتك ناحيه البيت ابقى ساعتها اوافق. ايوه انا فهمت كده. يعني انا اذا اديت كل واجباتي في الاسره على اكمل وجه من حيث ياسمين والطبيخ والغسيل والنشير وكل حاجه، هتوافق ان انا اشتغل. وبما ان انا واثق ان ده مش هيحصل ابدا، ولا هتلتزمي ولا هتشوفي شغل بيتك ولا حاجه، فروحي يا رانيا اشتغلي. يا سلام يا عادل، يا سلام. انت ما تعرفش انت قد ايه افدت المجتمع وساهمت في تطويره خلال العشر سنين اللي جايين بقرارك. زائد واحد يساوي كام؟ طبعاً اتنين. فيش حاجة اسمها طبعاً اتنين. ايه طبعاً دي؟ في حاجة اسمها نظرية الاحتمالات، يعني حتى الواحد ده الصحيح ده ممكن يتفك على كذا حاجة. بمعنى يعني في الخير وفي الشر، زي ما ربنا خلق الراجل والست. يعني ممكن الواحد يبقى واحدة؟ وممكن كمان يبقى واحدة ونص يا حبيبتي. ما تبوزيش اخلاق البنت وانا بعلمها. واحدة ونص ده على الدربوك كانتي وبناتك لما ترقصوا. قال لك صحيح، فين بناتك يا مجيدة؟ راحوا فين لغاية دلوقتي ولا مش عارفة كالعادة؟ يا سلام، وانت مالك بقى يا ست سناء؟ على فكرة يا مجيدة، أنا مش هقطف الملوخية لوحدي، تيجي تقطفي معايا وإلا ولادك مش هياكلوا النهاردة. هلو إيفريبادي، حذروا فذروا، كنت فين النهاردة؟ قولي يا حبيبتي وافرحيني. افرحي قلب أمك عشان قاعدة هنا في نكد. اتعينت في شركة أعالي البحار لسيد التونة. يا حبيبتي ألف ألف مبروك. يعني بينقوا أعلى حتة في البحر ويصطادوا منها التونة، ما تشتريها من البقال أقرب. انعم يا حبيبتي، بنتي هتبقى أكبر بيزنس وومن في العالم. يس، هشتغل المتحدثة الرسمية لشبكات مراكب الصيد في البحر المتوسط من أوله لآخره. انتي بقى يا بتاعت التونة، جوزك عارف انك هتشتغلي؟ ما حضرها له مفاجأة. بصي كده ليه؟ اوعي تفتكري ان انا متضايقة انك هتشتغلي، بالعكس دي جت مصلحة. اولا هنرتاح من وشك طول النهار، ثانيا هتيجي مهدودة فتتخمدي على وشك طول الليل، ثالثا وده الاهم، ان اخيرا هتحسي على دمك يا جبلة وتشاركي معانا في مصاريف البيت، رابعا هناكل تونة ببلاش وبيضربي علبة وانت مروحة من الشغل وانت جاية من علي البحار بتاعتك دي. وهي علبة هتكفي مين ولا مين؟ واحد في 7 في 7 يا تيتا، يعني 7 علب في الأسبوع. برافو برافو يا ياسمين. هي خلص الواجب. لا لسه ما خلصتيش الواجب. لا خلصت. لما أقولك ما خلصتيش الواجب تبقى ما خلصتيش الواجب. خلاص خلاص.
عادل، انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع صغنطك. موضوع ايه يا هانم؟ ماما قالت لي على كل حاجه. ايه؟ عايزه تشتغلي في شادر سمك في وسط البياعين وفي وسط الصيادين و5 كيلو بوري و3 كيلو بياض؟ بنتك تقول ايه؟ تقول ايه لاصحابها في المدرسه؟ تقول لهم امي المعلمه بلطيه؟ امك ما تفهمش. قصدي مامتك ما فهمتش الموضوع. هي الحكايه كلها ان انا جالي شغلانه كويسه جدا في شركه اسمها اعالي البحار لزيت التون. انا اصلا ما بحبش التونه، انا بحب الجمبري طواجن وبحب البوري مشوي ورد. مش ده موضوعنا. ازاي تفكري اصلا انك انت تروحي الشغل من غير ما تقوليلي؟ ما انا كنت هوافق ما بين الشغل والبيت. توفق ازاي بقى؟ هتاخدي كام في الشغلانه دي؟ هاخد 5000 جنيه في الشهر، غير الحوافز هيوصلوا ل 8000 جنيه. طب والشركة دي مش عايزة موظفين تاني يعني؟ على فكرة يعني أنا بجيب الآلة الكاتبة وعندي مؤهل فوق متوسط وبكتب شعر وبسطات تونة، ده أنا بموت في التونة، بحب التونة جدا. كان آخر يوم للتقديم امبارح. طب وما قلتليش ليه بس يا رانيا؟ كنت أنا وأنت مع بعضينا، مرتباتنا مع بعض، ممكن تخلينا نكون ثروة سمكية كبيرة. يلا مش مشكلة مش مشكلة. المهم هتسلم الشغل ده إمتى إن شاء الله؟ بكرة إن شاء الله. على فكرة دول ادوني نص شهر مؤدب. يا يعني اربع ده ناس محترمه قوي. يعني لازم تحافظي على شغلتك دي بقى يا رانيا، اصل الفرصه ما بتجيش الواحد غير مره واحده بس في حياته. يا اربع ويعني ده حاجه هايله قوي، لازم تحافظي على الشغلانه. احنا خلاص الحمد لله ربنا كرمنا على اخر ايامنا الحمد لله. انا مش عارفه كده، مخنوقه متضايقه. ايه بس ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك بس ياسمين؟ يا عادل ياسمين لا لا ياسمين ما تقلقيش على ياسمين خالص، انا هتصرف مع ياسمين. بص يا ستي، ياسمين بقى اكلها شربها مذاكرتها غيارها اي حاجه عند ياسمين انا المسؤول عنها. وبصي انا بفكر اتفرغ لياسمين واتفرغ للبيت، يعني بفكر اقفل البازار. ايه اللي بيجي لي من البازار غير وجع الدماغ والقرف ورمزي؟ يعني ما بستفدش منه اي حاجه خالص. انت بس اهم حاجه تقومي ترتاحي دلوقتي عشان تقومي الصبح وشك فايق. يلا قوم قوم. مش جاي لي مزاج انام دلوقتي يا عادل. خلاص تحبي اجيب لك عشاء؟ مش عارفه كده كاني كده يعني نفسي اكل سوشي. نعمل دليفري من بره؟ لا 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 لا، سوشي ايه ودليفري ايه؟ لا 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 لا، احنا عايزين نوفر كل ما اللي هيجي لنا بقى ان شاء الله. بصي انا هقوم احضر لك انا العشاء. تحب اعمل لك بوفتيك مثلا ولا اعمل لك 8000 مكرونه بال؟ بصي هتصرف، اجيب لك الثلاجه كلها اجيبها لك هنا. يا 8000 يا يا رمزي. انا عايزك بقى تعمل لي جرد لكل الحاجات اللي موجوده في البازار دي، وتشوف محمد تيتي بتاع البازار اللي جنبينا اذا كان عايز يشتريهم اوكي، مش عايز يشتريهم ارميهم اتصرف فيهم مش اشكال. المهم ان انا خلاص علاقتي انتهت بالسياحه. وانا علاقتي هتبتدي بالصياعه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يا شهد رمزي، انا مش هسيبك، هخلي رانيا تشوف لك شغلانه. ليه دول؟ هي رانيا هتفتح بازار ولا ايه؟ بازار ايه يا ابني؟ رانيا بقت المتحدثة الرسمية لشركة اعالي البحار في البحر المتوسط. شركة اعالي البحار البحر المتوسط؟ ايه ده؟ دي سياسة دولة دي؟ بس خلي بالك بقى انها يعني حاجة خطرة وكده يعني، ودي اعدائها كتير، دي دول عظمى دولة والبحر غدار. بحر ايه اللي غدار يا ابني؟ دي شركة بتاع التونة. بقالة يعني؟ بقى زمتك تقفل البازار ده علشان تفتح بقالة يا دولة. بقالة ايه يا اهبل؟ لا 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 لا. انت متخيل يا رمزي يعني ايه 8000 جنيه في الشهر؟ يعني يجيبوا كام علبة تونة دولة؟ لا لا لا، التونة دي هناكلها احنا ببلاش، لكن ال 8000 جنيه دول هيخلونا ناكل اللي عمرنا ما كلناه قبل كده. ياه، واقعد انا بقى متفرغ بقى يا معلم لحياتي ولبنتي ولاشعاري. وبالمره بقى كان نفسي من زمان قصيده اكتبها اللي هي بتاعت يا مصر انا فضيت لك خلاص واتفرغت. طب يا دولة يعني ما فكرتش في رمزي ابن عمك حبيبك؟ انا هتفرغ ليه يا دولة؟ ما تقلقش يا رمزي، قلت لك عموما ممكن تيجي تشتغل مثلا تساعدني في البيت. خدام؟ انا ادونا اشتغل خدام في البيوت؟ بقى دي اخرتها؟ ده انا كان عندي طموحات يا دولة في البازار ده، كان نفسي اقلبه متحف واقعد بره كده اقطع تذاكر. شوف بقى دولة بقى البضاعه جوه هي هي وبتجيب فلوس. بس يلا بقى مفيش نصيب.
انا معاك يا دوله في موضوع جنينه الاسماك اللي انت بتقول عليها. جنينه الاسماك؟ يعني انت اللي فهمته من كلامي كله ان انا هعمل جنينه اسماك؟ برضو دماغك في انك انت تقطع التذاكر وخلاص. بص يا رمزي، انت ما تفكرش خالص، سيبنا انا اتصرف لك، اتفقنا؟ يلا 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 يلا، القطر العبيد داخل على فين؟ على المحطة الهبلة، المحطة الهبلة، المحطة الهبلة. عديت صباعي. اخبار بقية الاكل ايه يا حماتي؟ ناقص كباب الحلة يا حبيبي. كباب الحلة؟ يا سلام، انا ممكن اساعدكم اقطع لكم بصل مثلا. لا مش عايزين. خلفتي بقى الستات، واحدة اتطلقت والتانية اتستتت. انا اللي هفتح لها. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. كل حاجة بقت تمام، الأكل كله خلص، ولعلمك بقى عملتلك بطاطس مية مية، وأنا عملتلك صينية مسقعة تستاهل بقك. وأنا بقى بقولك يا عادل، روح حضر لها مية بملح تنقع فيهم رجليها، تلاقيهم مفقفقين من الوقفة يا راجل البيت. يا ماما مش دلوقتي يا ماما، دي جاية جعانة تاكل بس الأول. احكي لنا بقى عملتي إيه في الشغل. أنا اترفضت. إيه؟ اترفضتي؟ ربنا استجاب لدعايا. مش هي دي المشكلة يا طنط؟ أمال إيه المشكلة؟ مشكلة إيه؟ مشكلة إن أنا مضيت على نفسي 100,000 جنيه شيك لصاحب الشركة. أنا ما دعيتش للدرجة دي. المهم خدتيه تاني من صاحب الشركة ولا لأ؟ مرضيش يديهولي. يا سلام، يعني حريف اسود، ليه بقى مرضيش يديهولك ليه ان شاء الله؟ هو بيقول يعني بسبب الخسائر اللي انا سببتها للشركه، ولازم ادفع بكره الصبح والا هخش السجن. طيب حضري شنطتك بقى يا حبيبتي. ليه يا حبيبي، هو احنا رايحين في حته؟ لا مش احنا، انت بس هتروحي على سجن تورا ان شاء الله، تمضي على نفسك شيك ب 100,000 جنيه. انت اتجننتي؟ ما هو لان انا موقفي وموقعي في الشركه كمتحدثه رسميه حساس جدا، مفيش ورقه صغيره ولا كبيره الا لازم تعدي عليا انا الاول، وانا تحملت المسؤوليه دي بكل شجاعه ورعونه عشان اثبت كفاءتي. كفاءتي يا ام كفاءه؟ كفاءتي ايه؟ انت متاكده ان انت مضيتي؟ طبعا، لان انا كمتحدثه رسميه للشركه مسؤوله عن كل الورق ولازم امضي عليه قبل ما يخرج. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، 100,000 جنيه، ودي دول عظمى، دول عظمى والبحر غدار. فعلا رمزي كان عنده حق. عادل، مستر مصطفى بيقول لو ما تدفعوش بكره الصبح هخش السجن. رانيا، انا تعاطفا مع موقفي كنت محوشت 3000 جنيه عشان لما اتجوز اعرف اتخانق مع جوزي براحتي. وديه. يا سلام عليكي، اصيله يا سناء. وانا يا حبيبتي عندي صيغه تكلف حوالي 4000 جنيه كنت شايلاهم عشان لما يتجوز ان شاء الله ما احتاجش للليس ولا ما يسواش. خديهم يا حبيبتي. يا سلام، اصيله يا حماتي. وانا بقى معايا 300 دولار، كنت يعني كل ما بحوش فلوس كده بروح احولهم دولارات عشان انت عارف يعني الدولار عمال بيعلى. يا سلام، اصيله يا نجلاء. وانا يا بابا معايا 2 جنيه سرقتهم من جيبك الصبح. يا سلام، حراميه حراميه، يعني انا بنتي هتخش النار ومراتي تخش السجن واقعد لوحدي؟ عموما ماشي، دول على بعضيهم يساوي حوالي مثلا 15,000 جنيه، والعفش بتاعنا ده يجيب له مثلا بتاع 5,000 جنيه، يبقى ادي 20,000 جنيه، والاتنين جنيه بتاع البنت الحرامية دول مش هينفع مش هينفع. بقولك ايه، معاكي تليفون الراجل النصاب ده؟ طبعا معايا. اهلا يا استاذ عادل، الاستاذ فتح الخبير كان هنا وسال على حضرتك من شويه. متشكر قوي يا سامي، متشكر قوي. استاذ عادل، الخبير سال على حضرتك من شويه. سال عليا لسه سامع ايه اللي دلوقتي احسن؟ متشكر قوي. هاي مستر مصطفى. مستر مصطفى عادل جوزي. اهلا عادل بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. طبعا اجيب لحضرتك عصير البرتقال المخصوص يا استاذ عادل. والمدام تشرب ايه؟ قهوه ساده. ماشي،
شيك قوي اللوكيشن ده يا عادل بيه، وواضح انك معروف قوي فيه. والله يعني صراحة يعني المكان ده بيعتبر بيتي على طول، ببقى هنا. ثانية واحدة، أنا آسف بس أرد على التليفون. ألو؟ أيوة. لا ما هو الخبير جه من شوية وما لقانيش وهيجيلي تاني، وهو خد القطعة وإن شاء الله هيجيبها على طول. ماشي ماشي، أول ما يمشي هكلمك على طول. مع السلامة. مع السلامة. برضو هتعمل اللي في دماغك يا عادل؟ جرايه يا رانيا، ما احنا ما قدامناش غير كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. بقى انا عايز افهم يعني في ايه بقى يا استاذ مصطفى؟ متهيألي المدام قالت لحضرتك ان ليا عليها شيك بمئة الف جنيه مقبول الدفع. ايوه، مع حضرتك انا عايز اعرف يعني المئة الف جنيه دول الخسائر اللي هي سببتها كانت عباره عن ايه؟ عادل بيه، انا صياد، والصيد علمني ان كل سمكه وليها طعمها. طبعا، وكل هبله وليها عذرها. ايوه، وكل سمكه وليها شوكتها يا عادل بيه. ايوه بس حضرتك يعني احنا السمكه بتاعتنا دي في ليه ما فيهاش شوك خالص؟ دي تتاكل حاف في حضرتك. بالظبط يا عادل باشا، وانا الصيد علمني اني احط الطعم وارمي سمكه القطو تطلع لي بطلعلط في الهواء، اوزنها واقبط. ايوه يعني حضرتك شغلك كله من الهواء يعني. ايوه، والست بتاعتك ليه عليها شيك بمئة ألف جنيه مقبول الدفع، يعني الحبس يا الدفع، والقانون لا يحمي المغفلون. لا لو سمحت، لو سمحت، نصبت عليا قلت أوكي وبمزاجي، لكن تشتم ما اسمح لكش. برافو عليك يا رن، هو ده. أستاذ عادل، الخبير جه. الخبير جه. أهلاً وسهلاً. السلام عليكم. عليكم السلام. اللي انت عامله ده، اللي انت لابسه، قلت لك تلبس لبس خبير، جايب لي لبس مخبر. ايه دولة، ما انا اللي اجرت منه اللبس ما لقيتش لبس خبير، فقلت اجتهد بقى. تجتهد ايه انت؟ اللي انت عامله مسترخص شنب يخرب بيتك. ما غني الثانية دولة بقى. المهم خش على الشغل، خش على الشغل. دي حتة اثار فرعونية اصلية 100%. والحتة الأثار الفرعونية دي بترجع أصولها لأسرة من الأسر المنتجة. أسرة منتجة إيه؟ وأنت جاي تبيع سرير ودلاب. ودي يا أستاذ دولة ما يقلش تمنها أبدا عن 2 مليون جنيه استرليني فقط لا غير. تعمل شيك. يلا متشكرين قوي يا استاذ فتحي. عجبتك عجبتك، متشكرين قوي. طيب انا هسبقك بقى على البازار يا دولة. عادل افتح حد مراقبك دلوقتي يقول ايه، بتهرب اثار يا عادل. ما تقلقيش، مين يقدر ياخد باله من حاجه زي كده؟ واضح ان شغلتكم فيها مخاطر كتير قوي يا عادل بيه. خليك في حالك، المهم انا في شغلانه في ايدي ان شاء الله يعني هيجي لي منها مبلغ محترم، هسدد لك ال 100 الف جنيه اللي على المدام. انا ممكن اخلصها لك يا عادل بيه، واللي انت عايزه. مش انت برضو بتشتغل في تهريب الاثار؟ ايه ده، انت عرفت ازاي؟ مش قلت لك ممكن حد يعرف؟ دي شغلانه خطر قوي يا عادل. ولا خطر ولا حاجه يا هانم، انا ممكن اخلصها له والله، واللي انت عايزه هتاخده عادل بيه. عموما ما دام انت بقيت مننا وعلينا وبقينا نصابين زي بعض، فحضرتك دي انا كنت عارضها للبيع بمليون جنيه، هي تتباع ب 2 مليون، يعني هتاخدها تكسب فيها مليون كمان في ظرف ثانيه. وانا ادي الشيك ابو 100,000 جنيه اهو بتاع الهانم يا فندم، انا بس اسبوع في باريس صد رد وراجع تاني، واول ما هرجع بعون الله هكيش لك بقيه المبلغ يا عادل بيه. مش عارف يعني انا حاسس ان انت بتنصب علينا. طب انت معكش اي سيوله فوق ال 100,000 جنيه بتاعتنا يعني؟ معايا يا عادل بيه، معايا اهو اهو، معايا كل خير. اتفضل ادي 50 جنيه. انت معاك فلوس ثانيه؟ والله يا عادل بيه دول 5 جنيه، هجيب علبه سجاير وبالباقي هركب ميكروباص وانا مروح. ماشي، انا كده معايا 100,050 جنيه، اما ترجع من فرنسا تجيب الفلوس بلاش حركات. لا 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 يا عادل، مستر مصطفى ده مش نصاب خالص. ربنا يستر طريقك يا هانم، ربنا يستر طريقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. استنى 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 يا مهرب اثار، لازم تغطي الاثار وانت بتهربها عشان ما تبانش. ربنا ربنا يستر طريقك يعني. ماشي، السلام عليكم. مع الف سلامه. حلو، ادي الشيك بتاعك اهو يا ستي، وادي 50 جنيه، دول اللي يهموني، دول ثمن التمثال.